بكل تأكيد. طبعا النادي المصري يسعى من أجل الفوز، يسعى من أجل الوصول للنقطة رقم 38 ومنها للمركز السادس في الدوري، وفي المقابل أيضا الإسماعيلي يسعى من أجل الفوز، يسعى من أجل الوصول للنقطة رقم 26 ومنها الوصول للمركز طبعا الرقم دين. بكل تأكيد الياس الباص الامام تصل ابو علي حسن، علي لسه حسن لما كرته حلوه عدى حلو محاوله الكره الطوليه هوب الراسيه حلوه حلوه الراسيه من جريندو، ولكن الصده ممتازه من محمد كوكو حارس مرمى. بدايه واي بدايه وهجمه واي هجمه، هذا عرضيه حلوه بقدم الياس ثم الراسيه من محمد جريندو، واستعانوا بقدرات وخبرات الحارس محمود جاد حارس برضه كبير. عصام صبحي عرضية خطيرة الاستلام متقطرة لكن لمسة يد على مين؟ على اللاعب كريم الديب. ادي كريم الديب اللي كان انضم في هذا العام قادم من نادي الاتحاد، فيش كلام، كريم الديب وسيرج اكا انضموا في هذا العام وصفقة ممتازة، وكانت رؤية فنية رائعة من المدرب السابق الكابتن القدير احمد حسام ميدو. هذا الموسم نادي الاسماعيلي استعان بيتكلم مع زمايله، وده عبده يحيى المهاجم، ركنيه بقدم الياس الجلاصي كورته عاليه راسيه تعدي ولكن بره الملعب، تلعب بره وتبقى ركنيه مره ثانيه لصالح النادي المصري البورسعيد. جت في دماغ باهر محمدي والتعدي بسلام وامان على مرمى الحارس محمد كوكو، ركنيه مره ثانيه ولكن المره دي بقدم حسن علي. هذا احمد عماد، وادي طبعا الجزائري اللاعب عماد بوباكر، والشد والجذب من اللاعبين داخل منطقه جزاء النادي المصري بورسعيد، داخل منطقه جزاء النادي الاسماعيلي. ركنيه من حسن علي على طول، حسن عاليه خطيره صد من محمد كوكو، متابعه لالياس، لسه الياس ناحيه حسن علي، حسن عرضيه ساحره جميله راسيه ممتازه من الدفاع، انطلاقه سريعه بقدم عبده يحيى، لسه مع كره عبده، عبده على اليمين لحسن علي، حسن والتحضير واللمسه والرؤيه والبسطولي قوي ولكن يمسكها بتألق الحارس محمد كوك. في التحام كمان من عبده يحيى، التحام وانذار من نصيب المهاجم عبده يحيى، خد انذار عبده يحيى في التحام مع الحارس محمد كوكو، وكده حتى الان انذارين في اللقاء، انذار لكل فريق حتى وقتنا هذا، يعتبر الانذار رقم 52 للنادي المصري، وانذار للاسماعيلي. يتألق هذا الموسم مع الكابتن حسام حسن، دايما الكابتن حسام في كل موسم وجه لعيب واثنين وثلاثة يتألق. عرضية خطيرة جدا، يا الله يا الله، ولكن حظك حلو يا اسلام، حظك حلو يا اسلام، كان ممكن يكون هدف عكسي بأقدام نيران صديقه، ولكن اسلام ابو سليمه طلع قرطه وتعلى وتلعب بره ركنيه لصالح النادي الاسماعيلي. الياس لسه مع الكره، الياس وحكم اللقاء بيصفر بنهايه الشوط الاول في لقاء النادي المصري والاسماعيلي في لقاءات الاسبوع رقم 26 من عمر الدوري المصري الممتاز. الشوط الاول سريع، والشوط الاول يعني الى حد ما كانش فيه خطوره على المرمين، ولكن سرعه في الأداء وعزيمة واضحة في أداء الفرقتين من أجل هز الشباك في النهاية. شوط أول بالأهداف في هذه المباراة حتى الآن. بشكركم، استراحة ثم نادي الأمر الدولة أخرج بقولكم أربعة بطاقات صفراء في اللقاء حتى الآن. الشوط الثاني بدأ، المصري على الشمال، نادي الإسماعيلي أصبح الآن على اليمين، ونتمنى الشوط الثاني يكون أكثر متعة وجمال ونشوف فيه أهداف. لاك على الأرض على طول ناحيه بار محمدي، باصة حلوة على اليمين، تحرك روعة لفراس شواط، لسه مع الكرة فراس ساندة تصمة تانية لعبد الرحمن مجدي، لسه عبد الرحمن لما كورته حلو عدى حلو مهارة، عبد الرحمن عدى خطير تصويب ومتابعة واللمس والهدف، جول
جوه الجول، الهدف الاول، النجم التونسي فراس شواط يخطف الهدف الاول، هدف التقدم للاسماعيلي في الدقيقه 60 من عمر المباراه. مهاره فرديه غير عاديه للاعب ممتاز جدا اسمه يا ساده عبد الرحمن مجدي، عمل مهاره وعمل انطلاقه وتصويبه وصده ومتابعه جميله جدا من النجم التونسي فراس شواط عشان نادي الاسماعيلي يسجل الان الهدف الاول، هدف التقدم في الدقيقه 60 والهدف السادس للنجم التونسي فراس شواط في الدوري المصري في الموسم الحالي. هدف بصناعه النجم عبد الرحمن مجدي، هدا عبد الرحمن من مكان صعب ومن زاويه صعبه عدى وفات بخبره بقدرات فنيه غير عاديه، ثم المتابعه زي الصقر مستنيها فراس شواط عشان الاسماعيلي يولعها نار ويسجل الان هدف التقدم في مرمى الحارس محمود جاد. الاسماعيلي 1 والنادي المصري البورسعيدي لا شيء. هدف جميل في الدقيقه مشاهدينا 60 من عمر اللقاء، 1 لا شيء. طاس الناحيه طلعت للاعب الياس على الشمال، عمرو السعداوي، عمرو على الارض، الياس الجلاصي، الياس اماميه لعمرو السعداوي، عمرو في وجهه اللاعب طبعا عصام صبحي، عاليه خطيره دفع حلو ممتاز من محمد هاشم، طاس ناحيه سيرجي اكا، انطلاق الامام من اكا، لسه اكا اماميه حلوه على اليمين ناحيه عبد الرحمن مجدي، انطلاق عنتريه في محاوله في مهاره فرديه، باصه جميله تعدي خطيره الشامي، الشامي والهدف الثاني جول، جوه جول، الهدف الثاني للاسماعيلي بقدم منجت نادي الاسماعيلي محمد الشامي، محمد الشامي منجت الاسماعيليه يعملها ويجيبها ويسجل الهدف الثاني، عملوها ثاني وسجلوا الهدف الثاني في الدقيقه مشاهدينا 64 من عمر المباراه. هجمه في انطلاقه للمره الثانيه، يظهر في الكادر للمره الثانيه، يتالق هذا اللاعب، هذا الحريف، هذا النجم الكبير عبد الرحمن مجدي، يعمل انطلاقه ويلعب باصه حلوه وتحرك ممتاز بقدم اللاعب محمد الشيمي عشان يحطها جميله على شمال الحارس محمود جاد عشان الاسماعيلي يعملها تاني ويفرح جماهيره للمره الثانيه ويسجل هدف تاني في الدقيقه 64 من عمر اللقاء. نادي الاسماعيلي خطف النادي المصري في 4 دقائق بهدفين، هدف في الدقيقه 60 ثم هدف تاني كان في الدقيقه 64، 2 لا شيء. لمس الامام على الشمال المصري، تصل مروان حمدي، دفاع ممتاز ولكن تلعب بره، تلعب بره تماس امام سيراميكا، 0-3 في الاسبوع رقم 18. هجمه مهاره، حسين السيد عاوز يعدي حسين، عدى حسين والعرقله وركله جزاء، وركله جزاء لصالح النادي المصري على طول. حسين السيد بمهارة فردية عالية جدا، عدى من واحد، عدى من الثاني، ادي المهارة وادي اللمة ثم السقوط والعرقلة من عبد الرحمن مجدي، وعرقلة موجودة من نصيب حسين السيد، وحكم اللقاء يديها ركلة جزاء حاليا لصالح النادي المصري البورسعيدي. الركلة بقدم اكيد اللاعب التونسي الياس الجلاصي المتخصص في هز الشباك من ضربات جزاء. الياس هذا الموسم سجل مع المصري 3 أهداف والثلاثة كلهم من ضربات جزاء. ركلة جزاء رابعة لنادي المصري في الدوري في هذا الموسم، وركلة جزاء 6 على الإسماعيلي في الموسم الحالي. ركلة بقدم النجم التونسي الياس الجلاصي، ركلة جزاء في الدقيقة 73 من عمر اللقاء. الياس وجها لوجه امام مين؟ امام الحارس محمد كوكو. هذا الياس، الياس، الياس الجلاصي ومحمد كوكو حارس مرمى. 2 الاسماعيلي لا شيء المصري. تركيز من الياس وترقب من محمد كوكو الحارس، كوكو والياس، الياس الجلاصي حطها جميله جول. الهدف الاول، الهدف الاول لنادي المصري بركنه، ركله حلوه قوي وحطها حلوه قوي،
حطها جميلة جدا الياس الجلاصي، حطها جميلة على الشمال وعلى طول محمد كوكو يروح على اليمين. الهدف الأول للنادي المصري، هدف تقليص الفارب في الدقيقة يا سادة 73 من عمر اللقاء، 1-2 نادي الإسماعيلي. والهدف الرابع لإلياس في الدوري، 4 أهداف لإلياس كلهم بقول لكم من محمد دسوم على الكورة بعرضية خطيرة عالية تعدي بجميع، تصل على اليمين مرة ثانية للإسماعيلي محمد حسن، حسن محمد الشامي ورا تصل لعماد حمدي بعرضية خطيرة صد متابعة تقع منه تترد من مدافعي نادي المصري. حظك حلو قوي يا محمود يا جاد. تقسمة تانية للنادي المصري عبد الرحيم، كرة الأمام مروان حمدي، مروان ولكن برا الملعب وتاكلينج والتماس لصالح النادي المصري البورسعيدي. عبد الرحيم وساندا، أحمد عماد بالعرض، سيرجي أكا أمامية في راس شواط في راس مع الكرة في راس، لما قلت في راس عدى في راس دفاع من عماد بوبكر، ترجع ورا باهر المحمدي طلع كورته ولكن ترش منه. آخر هزيمة هزيمته أمام سيراميكا 0-3، هذا الكلام كان في الجولة 18. لمسة أمام عمين حلوة، عبد الرحمن مجدي، عبد الرحمن لما كورته تصويبة صاروخية ولكن بعيدة على المرمى، تصويبة قوية بالقدم اليسرى ادينا بقدم عبد الرحمن مجدي ولكن تعدي يا سادة بسلام وأمان على مرمى الحارس محمود جد. نادي الإسماعيلي مشاهدين